عسلمة عسلمة، شنحوالكم؟ شهد كل الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم الغصات متاعنا أكلة غذائية متكاملة ابننا ناصح بها جماعة الرجيم، خاطر انا أمه دو رجيم دونك ونحب الحاجة الحارة الموزوزة شوية ونفد من ماكلة الرجيم، وقداش مرة نعمل رجيم وفي الاخر نبطل. دونك المرة هذه اتشجعت ونعمل في رجيم بأكلات بنينا كيما نحبها انا. دونك هاي تشجعوا معايا ونشوفوا الغصات متاعنا. عادنا بوالا نحطوا في وسطها مغرفة ونص زيت وإلا مغرفة أكهو زيت زيتونة، مش نحط فيها لفيح كليل وزاتر وحبة وشوية ينسون نجمي ندوب ليش نفوخوا بيه الزيت زيتونة، وبعد مش نحط الفلفل والبصل. هنا الخضرة متاعنا مش نحطها تدريجيا، هني اللي تشد أكثر وقت في التطيب متاعها. دونك هنا مش نحط عليها زيادة هريسة عربي، لكن انا كونتيتي هيك كهو من الهريسة العربي، دونك اجوتيت معاها مغرفة هريسة احكب ونخليهم يذبلوا. الطريقة هذه يستعملوها برشا التطيب، الطريقة هذه في التطيب يستعملوها برشا الشنيوة والجابونيز اللي هي، وحتى الفرنسيس الاوروبيان يستعملوها زيادة اون جينيرال، اللي هي صوتي الليجوم متاعك جوست الليجوم ما تكونش طايبة على الاخر وما تكونش نية. وبعد عندي اسفنيريا ربي، دونك تحط انت الكونتيتي اللي تعرف راح تنجم تاكلها اسفنيريا ربي، تربيها باش فيسا فيسا ما تطيب وما تشدلكش برشا وقت، وبقية البصل، وزدت عليهم كعبات طومات سوريس، هنا تنجموا تحطوا طماطم عادية. وبعد اضفت العدس لورانجي سبقته طيبته يعني سمطته في الماء مع ورقة رند أكهو، ونصحكم بالعدس الأورانجي راهو فيه أكثر منافع من العدس المارون. المارون فيه أقل منافع ولكن معبي بلي فيبر ومعبي يعني بالألياف. دونك وفي بلاصة اللحمة مش نعمل كعبتين أعظم، هما يعوضوا البارتي بروتين اللي هي اللحمة ولا حوت وإلا نعش سكالوب، هذوم كالحاجات هيكم. دونك عملت كعبتين عظم عليهم مغرفة متاع ماكلة شوفان ومعاهم معدنوس، دونك انتي وقداش تحب تحط كونتيتي المعدنوس، وحليتهم في نفس البوال باش تصيب فيها طعمة الماكلة اللي طيبتها انا من الاول. دونك الليجوم سوتي هذيك تتصيب في الاومليت متاعي البوال متاعي. دونك ومن بعد زدت عليهم جبن موزاريلا وخليتها على نار هاديه باش يذوبك الجبن، وحطيتها وصحها بالشفا، وزدت عليهم مغرفه سلطه مشويه. هاني اكله متكامله وبنينه بالحق، جربوها لجماعه الريجيم بالحق روعه، وما تقلقوش لوغوم سوتي ومعها البروتين امتعنا سواء كانت كابتن عظم والا حوت ومشوي والا الدجاج. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا ونختموها بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما تنساوش الاشتراك في القناه. بسلامه وميرسي على المتابعه.